حابة أنتقل لدكتور سارة نشار، الخبيرة الاقتصادية في البنك الدولي بالقاهرة. أهلا وسهلا دكتور. طبعا تضافر الجهود بين كل فاعلي البيئة الاقتصادية والشركاء الدوليين أكيد هو عنصر مهم وأساسي في هذه المرحلة. بسأل حضرتك على مجموعة البنك الدولي بتركز في هذه المرحلة على إعداد دراسة تشخيصية منهجية خاصة بمصر لتوجيه إطار الشراكة الاستراتيجية 2022-2026، وهيكون محور التركيز الأساسي هو خلق فرص العمل وتحقيق الشمول المالي والاقتصادي. هنا حابة أسأل حضرتك عن نقطة محددة، أنه في بعض الجدل بيثار حول مشروعات البنية التحتية والمدن الجديدة. ما دور مثل هذه المشروعات القومية في تحقيق النمو الاحتوائي والتنمية؟ وهل استمرارها حالياً بيساعد على توفير فرص عمل وقت الأزمة، أم أنه ضغط على موارد الدولة؟ ياريت لو حضرتك توضح لنا هذه النقطة. شكرا جزيلا دولة رئيس الوزراء، معالي الوزراء، رئيس البنك المركزي، السادة الحضور، يشرفني ويسعدني النهاردة وجودي معكم. خليني أتطرق للأسئلة اللي حضرتك طرحتيها من خلال الحديث على التطورات والآفاق متعلقة بالاقتصاد العالمي وتأثيرها على الاقتصاد المصري حاليا، وبعض الاعتبارات الهامة للفترة القادمة، للمضي قدما، زي ما بنقول the way forward. ملخص الرسالة بالنسبة لوضع الاقتصاد المصري الحالي هو أن تركيبة من الأزمات المتتالية والعنيفة العالمية اللي اتكلمنا عليها على مدار اليوم النهاردة، بالإضافة إلى بعض التحديات المحلية مسبقة متأصلة منذ زمن، هذه التركيبة أثرت على بعض المكتسبات المتعلقة بالتثبيت الاقتصادي الكلي اللي نجحت الدولة في تحقيقه في السنوات الأخيرة. وفي البيئة العامة الصعبة دي لابد من أن نؤكد على أهمية سياسات الاقتصاد الكلي السليمة، ساوند ماكرو بوليسيز زي ما بنقول، والمتسقة خاصة من خلال السياسة المالية والسياسة النقدية، ضبط أوضاع المالية العامة خاصة من خلال تعبئة الموارد المحلية. همر سريعا على الأوضاع العالمية لأنه تم تناولها النهاردة، أنه الحرب في أوكرانيا أدت إلى تراجع كبير في التعافي العالمي من الجائحة، وأدت إلى تفاقم الاختناقات في سلاسل الإمداد زي ما تناولنا النهاردة، والأسعار العالمية ارتفعت، وتم تسريع عملية التشديد في السياسات النقدية خاصة في الدول النامية، والبنك الدولي خفض التوقع بالنسبة للنمو في السنة الحالية 2022 إلى 2.9%، وده يعني توقع مخفض عن 4.1% سابقا، ومقارنة ب 5.7% في السنة اللي فاتت. خليني أشوف نتكلم على تأثير هذه الأوضاع العالمية على حالة الاقتصاد المصري بالنسبة زي ما بنقول initial conditions أو الوضع قبل الصدمات المتتالية. كان في إصلاحات منسقة على مستوى الاقتصاد الكلي، وأيضا بعض الإجراءات هيكلية هامة أدت إلى دخول الاقتصاد المصري تلك الأزمات المتتالية في حالة أفضل من ناحية حسابات مالية أفضل، عجز نسبة العجز للناتج المحلي الإجمالي مخفض، وقدر لا بأس به من احتياطات النقد الأجنبي. إلا أن بعض المؤشرات، بعض الأرقام خلينا نقول تشير إلى إن كان في ضغوط على الحسابات الخارجية حتى من قبل الأزمات المتتالية دي. على سبيل المثال، تحول مركز صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك إلى صافي سالب منذ يوليو 21، يعني أي قبل اندلاع الحرب، وكان هناك تسارع في وتيرة نمو السيولة المحلية كما أشار نائب محافظ البنك المركزي، ولا تزال المطلوبات من الحكومة اللي هي claims on the government أو الائتمان الممنوح للحكومة هو اللي بيشكل أكبر جزء من إجمالي الائتمان المحلي، حوالي 59%
في يونيو اللي فات. وبالنسبة للسؤال اللي حضرتك طرحتيه بالنسبة لأهمية المشروعات، أنا بشوف إن البنية التحتية هامة جدا كمحفز للاستثمار وكمحفز للنمو بشكل عام، ولكن هو لازم ناخد هيكل الاقتصاد ككل، لازم ننظر إلى التحول الهيكلي للاقتصاد ككل في المسيرة، في هذه المسيرة. فعلى سبيل المثال في العقدين الأخيرين، يعني مش أنا مش بتكلم بس على الفترة الأخيرة فقط، إنما في العقدين الماضيين الهيكل الاقتصاد المصري تحول نحو قطاعات ليست بالضرورة قابلة للتجارة، قطاعات ممكن كمان تكون أقل إنتاجية، مثل قطاع النقل أو تجارة الجملة والتجزئة أو التشييد والبناء. والتحول نحو هذه القطاعات أسهم في ضعف قدرة الصادرات على النفاذ للأسواق وعلى تطورها على النحو المطلوب، تبقى more sophisticated exports بهذا المعنى. فبالتالي ده يعني ضعف القدرة على التصدير بيزود العرضة من التعرض للأزمات زي أو الصدمات المتداخلة زي اللي احنا شايفينها حاليا. يعني على سبيل المثال مصر مستورد صافي للسلع، يعني كان في تحسن كبير شفناه في صافي صادرات الغاز، ولكن على مستوى السلع ككل مصر مستورد صافٍ. فده في ظل بقى التطورات المعاكسة اللي هي بقى ارتفاع الأسعار العالمية وكل الحاجات اللي أشرنا إليها، أدى إلى تخارج خروج مفاجئ للاستثمارات في المحفظة وزيادة في الأسعار المحلية وهكذا. بالنسبة للاعتبارات الهامة فيما يتعلق بالفترة القادمة، زي ما قلت في الأول، هي أهم حاجة التجديد على السياسات الاقتصاد الكلي السليمة خالية من التشوهات، وذلك لتعزيز فعلاً أسس الاقتصاد المصري. على سبيل المثال لابد، خلينا نقول بالنسبة للسياسة سعر الصرف، لابد أن تعكس ديناميكيات السوق كما تتسق مع مدى الانفتاح المالي financial integration والاستقلالية في السياسة النقدية، ولازم يصاحبها زي ما تم عرضه قبل كده، لازم يصاحب السياسة سعر الصرف التي تعكس آليات السوق، لازم يصاحبها إصلاحات هيكلية واقتصادية، خاصة تلك التي من شأنها تيسير عملية التجارة، إزالة المعوقات تحسين بيئة الأعمال بشكل عام، وذلك من أجل رفع قدرة الدولة على التصدير. خليني أقول مثلا بعض الأرقام، أنه قبل 2016 لما كان في محاولات للتضييق على الواردات انخفضت فعلا الواردات بمقدار حوالي 6% في السنة المالية 2016، ولكن انخفضت الصادرات، يعني الواردات انخفضت بحوالي 6% والواردات انخفضت وقتها في نفس السنة ب 16% أكثر. ولذلك النظر لإصلاحات التجارة أكثر لرفع قدرة الدولة على التصدير. بالنسبة للسياسة النقدية، بالإضافة إلى اتباع سياسة مبنية على البيانات زي ما بنقول data driven، من الضروري أيضا أن تكون مستهدفات وآليات السياسة النقدية معلنة وواضحة، وبرضو بأكد على أهمية العلاقة ما بين السياسة النقدية والسياسة المالية. صحيح، لا يمكن أن نشير، يعني لازم ضبط أوضاع المالية العامة، لأن ده هيساعد على خفض متطلبات التمويل للحكومة ويفسح المجال للقطاع الخاص، وأيضا يفسح المساحة المالية اللي هو الفيسكال سبيس اللي محتاجينه لتوجيه الموارد ناحية
القطاعات الهامة للاستثمار في التنمية البشرية وللحماية الاجتماعية وللاستثمارات المنتجة. وشكرا. شكرا لحضرتك دكتور سارة نشار الخبيرة الاقتصادية في البنك الدولي بالقاهرة.